الحكاية؟ هي الأدوية مش عندك ولا إيه؟ لا موجودة، بس الدكتورة كتبت لك الأدوية دي ليه؟ والله ولا أعرف، ده هما كلمتين وقلبتني عشان الناس المترصصة فوق بعضها. هو أنت رحت لها ليه أصلاً يا ميزة؟ معرفش، حسيت كده إن في تنميلة ماسكاني من بطني لحد صوابع رجلي، بس هي قالت لي شوية تعب وهيروح لحاله عشان ضغط الشغل يعني. هو في مشكلة ولا إيه؟ لا يا ميسا مفيش مشكلة ولا حاجة، بس الأدوية اللي هي كاتباها لك دي بتعالج حاجات في الرحم. رحم؟ لا يا أخويا، أنت كده قلقتني، ورحمة أمك لا تقولي على اللي فيها. بصي، هو يعني اللي هي كاتباه لك ده معناه إن عندك مبادئ ضمور في الرحم. ضمور؟ أيوه، بيعمل إيه ده؟ بس هو لحد دلوقتي ما بيعملش حاجة، بس ده لو ما اتعالجش صح هيأثر على الحمل. تقصد ايه؟ يعني ايه؟ يعني انا مش هخلف؟ يا نهار اسود، طب هي ما قالتليش ليه؟ سابتني على عمايا ليه؟ يعني أنا مش هخلف يا أحمد؟ هبقى أبور؟ ماليش طرحة في بطني؟ لا يا ميس، أنا أقصد تقصد ولا ما تقصدش؟ منه ليلة بقى اللي كان السبب؟ أنا لا عايزة أدوية ولا غيره. الشافي هو ربنا. استغفر الله العظيم يا رب. ما بقاش ليه اسم في أي حاجة أنا عاوزتها، لا مني هطولت الراجل اللي انا تمنيته، ولا حتى جبت منه عيل يعوضني غيبته. يا بنت ما تفوريش على نفسك يخرب عقلك. مش احمد قال لك الحمد لله ان انت بخير؟ الدكتوره الموكوسه لما رجعت لها قالت لي ان انا لو اتاخرت بزياده مش هخلف. ومين قال بس ان انت هتتاخري؟ يعني انت شايفاها قربت؟ ما قدامك هو ايه وصلاح، اكتر اتنين في الحاره دنيتهم مش مولفه على بعض، وهم اتلموا انا وسيد اللي مقسومين لبعض من واحنا صغيرين، ما يبردش حتى ناري. يا بنت ده نصيب وكل شيء بأهواله، ولو وقفتي على راسك كده ما هيحصل الا لما يجي. وليه انت بتهديني ولا بتقهريني بزياده؟ انا بوعدك يا هبله، مش كل اتنين الدنيا جمعت بينهم بيكملوا، ولا كل اتنين الدنيا وقفت ما بينهم بيعطلوا. لا حول الله يا رب. يعلم الله، يعلم الله ان انا بستمنى الخير للواد صلاح والبنت ايه، بس انت تنيتي خير تنيته. ما تعمليش بقى زي النسوان الطاقة وتركبي لي حد وتدف كعب ده وتقولي اشمعنى. امال اقول ايه؟ اقول امين وارضى بنصيبي؟ طب ما انت اهو قلتيها 100 مرة. خدتي ايه؟ اديكي عايشة اهو من غير ضل راجل ولا حتى عيل يسند خطوتك. عايزة انا ابقى زيك. حقك عليا يا اختي، والله العظيم ما اقصد يتقطع لساني. ايه يا بنت؟ ايه؟ شايفاني بضفاير ولا مش علقه دمعتي على خدي واقولي حسره قلبي؟ على فكره انت معاكي حق، انت ما غلطتيش، انت قلتي الحق، بس انا غيرك، انا غيرك. انا مشيت ورا الدنيا، جريت وجريت وراها لحد ما فاتني اللي انت عليه، بس انت غير كده.